وذاك الثالث الذي قد هيأ مثلي ومثلك لباس العيد واشتراه وتجهز به، أكان يتصور أنه سيتركه ويرتدي ثياب الكفن؟ هنا وقفات فيما كان لنا مع شهر الخير والبركة في حياتنا هذا العام، وما يمكن أن يكون درسا ومعلما نستضيء به ما بقي لنا من عمرنا أيها الصائمون. الوقفة الأولى تتمثل في إخوة لنا وأعزة وأقارب وأصدقاء وجيران وأرحام ومعارف، بل من عموم إخوتنا المسلمين الذين أدركتهم المنايا واخترمتهم سهام الموت وانقضت أعمارهم، أولئك الذين صاموا معنا شهر رمضان العام المنصرم وكنا وإياهم سواء، أولئك الآخرون الذين أدركوا معنا رمضان هذا العام في أوله واستبشروا بقدومه وهنئوا بحلوله كمثلي ومثلكم تماما أيها المسلمون، أو أولئك الذين قضوا أعمارهم قبل حلول عشرنا الأخيرة هذه أو أثناءها، وما زلنا نصلي على الجنائز حتى فرضنا هذا والقادم إلى ما شاء الله. وهذه أيضا من أعظم مواقف النظر والادكار في من نصلي عليهم من الجنائز فرادى وجماعات، بل حتى يوم العيد وليلته. هذه تدعونا إلى تأمل عميق جدا ننظر فيه بمنظار الشرع فيما يعيشه أحدنا. كل أولئك الذين صلى الناس عليهم وغادروا دنيانا هذه لم يكونوا كلهم كبار سن، ولم يكونوا جميعا من طريح الفرش ولا صرع الحوادث، بل فيهم الشبان وفيهم الأطفال وأولئك الأقوياء الصحاح، وفيهم من جلس مع أهله وضحك وأكل وشرب معهم ثم نام فلم يقم من نومته تلك، ونحو ذلك مما لم يكن في حسبان أحدهم قط. أتظن عبد الله أن أحدهم كان يخطر بباله أنه سيدخل شهر رمضان على الأمة وهو في عداد الأموات لما أدرك معنا رمضان العام المنصرم، والآخر الذي أدرك أول الشهر بالله عليكم أكان يظن أن أجله أقرب إليه من ليلة العيد؟ وذاك الثالث الذي قد هيأ مثلي ومثلك لباس العيد واشتراه وتجهز به، أكان يتصور أنه سيتركه ويرتدي ثياب الكفن؟ هذه وقفة تأمل كبيرة جدا والله. كيف بلغ الظن بي وبك عبد الله من طول الأمل ونسيان الأجل، ولم نزل حتى هذه اللحظة آخر ما نفكر فيه ربما هو هادم اللذات وقاطع الأعمار، ولم تزل الغفلة والنسيان تظللان حياتنا صبح مساء.